مشروع عين على الانتخابات الوطنية هو مشروع يهدف إلى دعم التحول الديمقراطي عن طريق ضمان ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية، أيضاً تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مجال المراقبة في ليبيا، وثالثاً عن طريق مراقبة طويلة المدى للإطار القانوني وتحليل الإطار القانوني من أجل ضمان ونزاهة العملية الانتخابية ومن أجل تحسين العملية الانتخابية على المدى الطويل. مشروع عين على الانتخابات ينقسم بداية إلى مراقبة طويلة المدى، وهو في الحقيقة مشروع تم بدايته في شهر يونيو 2021. مشروع يهدف إلى الجانب الأول، مراقبة طويلة المدى. مراقبة طويلة المدى وهي مراقبة المفترض أن يكون فيها هدف تحسين العملية الانتخابية والإصلاح الانتخابي عن طريق مراقبة الأجسام التنفيذية والأجسام التشريعية، بمراقبة سياق سياسي عام، ومن ثم مراقبة الإطار القانوني من ضمن تنفيذ وتجهيز العملية الانتخابية، وأخيراً مراقبة الإجراءات المنفذة من قبل المفوضية العليا للانتخابات. ثانياً، خلق حوار مجتمعي من قبل منظمة H2O لأصحاب المصلحة والقوى الفاعلة في الأرض الليبية من أحزاب سياسية ومن منظمات مجتمع مدني ونشطاء مدنيين وسياسيين، ومن ثم إصدار توصيات يتم تضمينها داخل التقارير ويتم إرسالها إلى الجهات المعنية ليتم الضغط حول هذه التوصيات. ثانياً، مشروع H2O Academy أو برنامج H2O Academy. H2O Academy هو برنامج يهدف إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مجال المراقبة من خلال تدريب وتمكين مجموعة منظمات مجتمع مدني على مستوى ليبيا في مجال المراقبة ومجال المناصرة وأيضاً إدارة البرامج الرقابية. يهدف المشروع إلى تدريب 200 ناشط مدني وحوالي 120 منظمة مجتمع مدني على مستوى ليبيا. نشارف على انتهاء المشروع حالياً بتدريب 120 منظمة مجتمع 120 ناشط مدني وحوالي 30 منظمة مجتمع مدني. ثالث البرامج المفترض يشتغل عليها مشروع عين على الانتخابات هو مشروع أو برنامج المراقبة قصيرة المدى، ويهدف المشروع إلى ضمان ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية ضمن يوم الاقتراع، وأيضاً ويجب أيضاً التأكيد على وجودنا كمنظمة H2O ضمن مشروع عين على الانتخابات الوطنية وضمن البرامج المختلفة. نسمح فقط لمروى الباروني رئيس مسؤول برنامج المراقبة قصيرة المدى للإدلال ببيان منظمة H2O حول تأكيدها على وجودها في مراقبة يوم الاقتراع. هناك تعديل في إطار القانوني، وكذلك نؤكد على منهجية المراقبة ومعايير المراقبة وكذلك الجوانب. فرصة للأسئلة، فكنت شوي موجز كيف حيكون يوم الاقتراع التي تصدرها المنظمة والمنظمة. تشهد ليبيا الفترة القادمة انتخابات رئيس الدولة التي تعد أول حدث سياسي هام يعزز قيمة من قيم الديمقراطية المتمثلة في التداول السلمي على السلطة ويحافظ على مسار ليبيا الموحدة، فضلاً عن كونه يعطي فرصة للناخبين في اختيار من يمثلهم على رأس السلطة التنفيذية للدولة وعلاقاتها الخارجية، حيث سيجرى هذا العرس الانتخابي المنتظر منذ أعوام بعد حروب وصراعات قاس منها المواطن وآمن بأهمية السلم ووحدة المؤسسات في الدولة على الرغم مما يعانيه العالم اليوم من سوء في الوضع الصحي بسبب الجائحة، وانطلاقاً من الدور المنوط بمؤسسات المجتمع المدني لضمان نزاهة وشفافية عملية الاقتراع لزيادة ثقة المواطن في مخرجاتها، وحرصاً منا على اتباع الإجراءات الوقائية في مراكز الاقتراع للحفاظ على سلامة المواطن، تعلن منظمة الماء H2O استعدادها التام لمراقبة يوم انتخابات رئيس دولة ليبيا بدورتيها لعامي 2021-2022 تحت مشروعها الرقابي عين على الانتخابات، وذلك من خلال اعتماد مراقبيها وتوزيعهم على مستوى 13 دائرة انتخابية في ليبيا وتدريبهم على الإجراءات المتبعة في عملية الاقتراع والفرز والعد وفقاً لمعايير دولية وقوانين محلية ودليل الاقتراع الصادر من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
بالإضافة إلى اعتماد المنظمة كمنظمة محلية مراقبة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وانطلاقا من هذا المنبر، تؤكد منظمة الماء H2O على أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وتلتزم بالحياد التام والموضوعية في كافة التقارير الصادرة عنها، والتي ستشمل تقييم لعملية الاقتراع بالكامل وترصد ما يحدث فيها من حوادث خطرة ومخالفات صحية، لتنتهي بعد كل ذلك بوضع التوصيات وتقديمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات كإدارة انتخابية لتحسين المسار الانتخابي في ليبيا على المستوى الوطني. والله ولي التوفيق. بالتأكيد على الإصلاح وتحسين العملية الانتخابية ما بعد سنة الفاتة في السنوات القادمة. نترككم الآن مع معايير مهمة، حيث أن مراقبنا اليوم لابد أن هو ما يكونش منتمي لأي حزب سياسي، وأيضا غير موظف لدى المفوضية العليا للانتخابات، وكذلك ليست وكيل مرشح لمنظومة المرشحين.